مصدقة نفسك أنت إن أبوي رجع لك؟ والله يا حبيبتي أنت اللي لازم تصدقين. أنا ما شفت ذيك بهالوقاحة. وأنت راح تشوفين شيء في حياتك ما شفتيه مني لو ما بطلتي قلة أدب وطولة لسان. انقلعي روحي غرفتك واطلعي برا لأني ما عاد أسكت لك. أنت وشو؟ ما عندك كرامة؟ رحتي تدفعين لهم عشان تقعدين مع أبوي؟ طلعي 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 وقولي لي اللي زرعوه في راسك. تحسبيني ما أدري إنك تروحين لذي الحقيرة هي وأخوها؟ لا تغلطين عليها. يا حرام كسرتي خاطري. ما تبيني أغلط على شبيهة ماما يا حرام؟ لأنها أنظف منك وأصدق منك بكثير. أنظف وأحن وتجنن. بس ما عندك غيري في البيت هذا الموجود. إيش نسوي بحظك الزفت؟ أنت تحسبيني بسكت؟ قسم بالله أبقعد وراء أبوي لين يقتنع ويدري إنه مخدوع فيك. وأنا أقول لك أعلى ما في خلك اركبيه يا فاشلة. إلا ما قلتي لي إيش كمان قالوا لك لما كنت دافع عن زوجي حبيبي؟ قالوا لي إنك دفعتي لهم فلوس عشان يطلعوا برا المجمع وإنك مرة خايفة عشان خلاص قريب أبوي بيكون معها. اطلعي برا. أنت اللي اطلعي برا حياتنا كلها. مستحيل. ولا عمرك رح تشوفين هذه اللحظة في حياتك يا ديم. إلا بشوفها وقريب مرة.